وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعاتها المختلفة حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم تحديد الاحتياجات السنوية لمدة 5 سنوات مقبلة ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها. وخلال الاجتماع الذي عقده في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، أشار مدبولي إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة من خلال توطين الصناعات المستهدفة، مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة تستهدف الحكومة العمل على توطينها.